السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة سنوات الكمبيوتر برعاية موقع تعلمه، فكرة وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، مونتاج وإخراج أحمد شفيق ندم، متغمر المنصورة، مصر. أرقام التليفونات 016-50-47-329 أو 017-52-72-96. الايميلات learnonline1@gmail.com، fehrogroup@yahoo.com. حلقتنا النهاردة استكمالا لما كنا قد بدأناه من شرح دورة في أساسيات الكمبيوتر، الوضع منهجها واللي عمل الباوربوينتس بتاعتها أو الشرائح اللي احنا هنشرحها ديت، العروض التقديمية اللي احنا نقدمها لكم. واللي حط المنهج هو نفسه الدكتور عاطف رأي، بارك الله فيه. هنبدأ النهاردة في الحصة التانية أو الدرس التاني اللي هو الويندوز. هناخد أساسيات نظم تشغيل أو أساسيات نظام تشغيل ويندوز. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت طبعا عن الحاجات دي، المفروض تشاف في ترتيب عملها يعني. فالحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن مقدمة عامة عن الكمبيوتر أو مقدمة عامة عن أساسيات الكمبيوتر. فدلوقتي هنبدأ مع أساسيات نظم التشغيل أو أساسيات نظام التشغيل ويندوز. نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ويندوز، طبعا أنا عندي الفارة، هي الأداة التحكم الأساسية في نظام ويندوز. ليه بقى؟ لأن هما لما عملوا نظام ويندوز كان هدفهم الرئيسي إن هما يعملوا نظام تشغيل GUI، يعني جرافيكال يوزر انترفيس، يعني يكون فيه صور. لأن نظم التشغيل القديمة زي ما قلنا قبل كده ما كانش فيها صور، كان كلام، كالكتابة يعني، حروف وأرقام وعلامات. فكان الموضوع صعب قوي إن واحد عادي يستخدم الكمبيوتر، إنما طبعا بالابتكار الرهيب اللي اسمه الماوس ده ساعد كتير في ان الفكره تتطور في دماغهم بعد كده، ان هم يعملوا نظام تشغيل بالشكل اللي احنا وصلناه ده. شكل الماوس طبعا بيبقى له زرارين، ايسر وايمن، وفي الوسط البكره او السكرول ديت. طبعا دي انا بستخدمها غالبا في قراءه تصفح الكتب او صفحات الانترنت، لان هي لما بضغط عليها كده بيجيب لي سهم فوق وسهم تحت. اول ما ابدا احرك بالماوس يبدا الصفحات تجري معايا، يعني ايه، اسرع. بدل ما بقلب صفحه صفحه، لا الاقي نفسي في الثانيه بقلب 3 4 10 15 صفحة في ثانية واحدة. لو كنت عايز استعرض حاجة سريع، طبعا أي حاجة بشكل عام بعوز افتحها بضغط على الزر الأيسر، بعوز اجيب الخواص أو الأوبشنز أو الفيتشرز المتاحة بالنسبة لي لأن أنا استغل الحاجة ديت، بضغط على ضغطة يمين، يبقى كليك يمين بيتيح لي إن أنا أعمل فيها حاجات كتير. هيفتح لي قائمة طويلة كده، أوبن وكذا 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 وكذا، وأعمل لها رينيم وأعمل لها ديليت وأعمل لها كات وكوبي، حاجات هنستعرضها مع بعض. كذلك الشمال قلناه وهو انك تفتح الحاجة بس عشان تتفرج على محتوياتها. غالبا انا بستخدم طبعا الزر الايسر، دي المسكة الصحيحة لزر الماوس، اللي قصدي للماوس. الماوس دي المسكة السليمة، المفترض ان انت تبقى ماسكها بحيث يبقى الصابع ده هنا والصابع ده هنا، ولما بتعوز تجيب السكرول بتجيبها بالايه، بالصابع ده برضك، السبابة بتحطه هنا على السكرول وتبدأ تحرك، ودي المسكة السليمة بالنسبة لي. خلاص، عندك اول حاجه زي ما احنا قلنا الليفت بوتون كليك، الضغطه بالزر الايسر اللي هو ده بضغط عليه ضغطه واحده، بضغط عليه ضغطه واحده، ضغطه واحده. لو كنت عايز اختار الحاجه، لو كنت عايز اعلم عن حاجه معينه اضغط ضغطه واحده بس، لو كنت عايز اعلم عليها ضغطه واحده اتعلم. طب لو كنت عايز افتحها يبقى ضغطتين متتاليتين مفيش ما بينهم فاصل زمني، يعني ضغطتين ورا بعض. ماشي، اختيار عنصر مفرد، لو انا عايز اختار زي ما احنا قلنا اضغط عليه، يعني انا لو عايز اختار الساب 2000 ديت الايقونه دي او موافق عليها وضغط بس مش هعمل حاجه تاني. طب لو انا ضغطت على ضغطتين ورا بعض هيفتح لي الساب 2000، لو رجعنا انا بقى للساب 2000 وضغطنا عليه يفتح لي برنامج ساب 2000، هقوم ضغط عليه ضغطتين يوم ايه، يوم فاتحه لي. يبقى انا دلوقتي ممكن اعلم عليها بس ان هي يحولها لي اللون ازرق، يحول لي البتاع دي يعمل لي حواليها ظل ازرق كده. الحاله جت التانية ان هو ايه، ضغط لي ضغطتين يخليني افتح. تشغيل البرنامج، طبعا تشغيل برنامج من الايقونه ديت او من ستارت بروجرام زي ما احنا هنشوف مع بعض. ستارت اول بروجرامز وبنجيبه من مكان ده. السحب والافلات، في حاجه اسمها السحب والافلات. ايه، لو انا عندي الحاجه ديت موجوده هنا انا عايز اشدها اجيبها هنا
عامل كده ازاي؟ اقوم واقف عليها وضاغط وما شيلش صبعي، ضاغط بزر الماوس الايسر، ضاغط شمال، وتنيني ساحبها بقى، ما شيلش صبعي، اسحبها 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 لحد ما اجيبها في المكان اللي انا عايزه. ده اسمه دراج اند دروب، السحب والافلات. لو انا عايز احرك الحاجه من مكان لمكان، دايما لما اقول دراج اند دروب بقى او السحب والافلات، تفتكر الموضوع اللي احنا عملناه هنا من غير ما اشيل صبعي. موف ايتم، لو انا عايز اعمل ايتم احركه من مكان لمكان، ده هقوم معلم عليه كده، مش معلم عليه، واقف عليه، واقف عليه وضغط ضغطه شمال وما اشيلش ايدي، احرك كده لحد ما هيجي هنا. ضغط المستمر، الضغط المستمر اللي احنا قلنا عليه اللي هو كونتينوس كليك، ان انا اضغط وما اشيلش ايدي. اختيار عناصر متجاوره، انا عندي عده طرق لاختيار عناصر متجاوره، اشهرها ان العناصر ديت انا عايز اعلم على الحاجات دي كلها، من مثلا من اول هنا لحد تحت، اقوم جاي هنا وضاغط وما اشيلش ايدي، ضاغط وما اشيلش ايدي، وابدا اعمل حواليهم مربع. الشكل اللي انا بعمله ده هيطلع بقى معايا مربع كده، هبدا اعمل مربع، المربع ده هختار فيه العناصر اللي انا معلم عليها دي كلها، يبقى مربع او مستطيل هيشمل كل هذه العناصر. بس يبقى اضغط بس من غير ما اشيل ايدي، هيبدا يفتح معايا مستطيل كده يعلمني على كل العناصر دي، ممكن اخدهم بعد كده اعمل فيهم اي حاجه، اعملهم كات، اعملهم كوبي، اعملهم رينيم، اعملهم اي حاجه. رايت بوتون، اظهار قائمه فرعيه تخص العنصر. لو انا ضغطت على اي عنصر من دولت رايت بوتون، يعني ضغطه يمين، هيفتح لي قائمه طويله كده فيها الحاجات اللي انا عايزها. طبعا الحاجات دي هنستعرضها عملي، بس احنا ادينا ايه، بنمشي مع الباوربوينت بتاع الدكتور عشان نشوف هو كان عايز يقول ايه. لوحه المفاتيح كيبورد، دي لوحه المفاتيح، الشكل ده طبعا لوحه المفاتيح اللي في الماوس زيها بالظبط، هتلاقي لوحه المفاتيح اللي قدام حضرتك. خلاص طبعا استعرضنا موضوع لوحة المفاتيح ده في فيديو انا عامله في سلسله سنه اولى كمبيوتر اسمه يعني ايه كيبورد. يعني ايه كيبورد؟ مستعرض فيه كل الاوبشنز اللي قدام حضرتك ديت، او كل الخيارات والبدائل اللي قدامك، ودي بتعمل ايه، وزرار زرار من الزراير ديت انا ممكن اعمل بيه واستفيد بيه ازاي. فارجو الرجوع اليه للي عايز يعرف حاجات ما يعرفهاش في الكيبورد، اللي عارف خلاص هنستعرض بقى الحاجات اللي الدكتور قايلها. اول حاجه عندك زرار اسمه شيفت، شيفت ده بيخليني الزرار ده له اكتر من خاصيه، والزرار ده كل الزراير او اغلب الزراير فيها اكتر من خاصيه، فشيفت ده بيديني خاصيه اخرى في الزرار. يعني مثلا ممكن الزرار ده لو ضغطت عليه دلوقتي كده، الاتش ديت الاتش دي لو ضغطت عليها هيكتب لي دلوقتي ايه، هيكتب لي اتش سمول. طب انا عايز اخليه اتش كابيتال، هقوم ضغط شيفت وما اشيلش ايدي، اضغط شيفت بصابع وبصابع تاني خالص اضغط على الاتش دي، فالاتش بقى بدل ما يجيبها لي اتش سمول هيحب او اتش كابيتال. يبقى الشيفت بيغير لي زرار معين له خاصيه، او بيعرض لي حاجه، الشيفت بيخليه يعرض حاجه تانية من نفس الزرار. كنت الانتر بعد كده، وفي لها زرارين الدكتور برضه بيعلم لك على الحاجات المتناظره. الانتر عشان الانتر عشان تدخل جوه الحاجه ديت، او عشان تفعل الحاجات اللي انت كتبتها، بمجرد ما تضغط انتر يبقى انت بتخش على الحاجه. كمان لو انا بكتب في مستند او بكتب في وورد او بكتب حاجه، انتر كان السطر خلص يعني، وابدا سطر جديد، يبقى انتر ببدا سطر جديد. الكنترول بيتيح لي ان السطر ده يقوم بعمليه معينه. يعني مثلا انا لو ضغطت شيفت وما شلتش صبعي، شيفت مع الاستمرار، وبعدين دوست على البي ديت، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هيجيب لي بي كابيتال بدل بي سمول، هيخليها بي كابيتال. طب لو ضغطت كنترول بقى وبي وانا فاتح مستند معين، مش هيكتبها لي بي كابيتال بقى وانا فاتح الوورد ولا لا؟ ده هيجيب لي صندوق حواري كده، ويندو، هيجيب لي ويندو من صندوق حواري، ويندو يقول لي انت هتطبع ايه، يعني يقول لي ان الصفحه اللي انت عملتها دي خاصيه الطباعه فيها. خلاص يبقى يخليني اطبع الحاجه اللي قدامي ديت، او الحاجه اللي انا بستعرضها وانا ببص على كتاب معين او حاجه زي كده. خلاص فشيفت بيغير لي في نفس خاصيه الزرار، كنترول بيتيح لي امكانيه تانية. يعني ايه؟ عشان كده عاملين شيفت وعاملين كنترول، وده الفرق ما بينهم. طبعا زراير الويندوز دي بتفتح لي قائمه ستارت، وبنستخدمها استخدامات تانية. وزرار الالت، طبعا الت وشيفت تحويل اللغه، اضغط على الت وشيفت، الت مع الاستمرار وتحويل اللغه من اليمين من هنا يحول اللغه يخليها العربي، من الشمال من هنا يحول اللغه يخليها الانجليزي.
دي ده الزرار بتاع فتح القائمة المسلله، يعني قدامي عنصر معين، دي ايقون انا وقفت عليها وضغطت ضغطه شمال، كويس. عايز افتح بقى القائمه كاني ضغطت كليك يمين، القائمه بتاعت الايتم دي، القائمه بتاع العنصر ده، فلو ضغطت على الزرار ده اللي بيفتح لي المنيو بتاعته. خلاص، دي طبعا اسهم الاتجاهات، الاروز اللي قدامي ديت، او الاسهم اللي بواحد فوق واحد تحت يمين شمال عادي جدا. بعد كده نمبر لوك، اللي هي النام لوك، هتلاقيها موجودة عند حضرتك. الجزء ده ما بيشتغلش اصلا، يعني الجزء ده هتلاقي فيه هنا لمبة كده مش منورة، لمبة مطفية، هتلاقي فيه ثلاث لونات، التلاتة هتلاقيهم مش منورين. طب انت عايز الجزء ده تشغله، نتيجة ان انت بتشتغل على حاجات حسابية كتير، يبقى تضغط على النمبر لوك او النام لوك ديت عشان الجزء ده اشتغل، تقوم اللمبة منورة، يبقى الجزء ده بقى معاك بقى بيشتغل. انما لو ضغطت عليه تاني هيطفي، يبقى الجزء ده هيبقى ما بيشتغلش او كأنه مش موجود خالص عندك. النام لوك قلناها، وبعدين قلنا طبعا بعدين الاسكيب ده بيخرجني من اي حاجة انا فاتحها، مثلا فاتح حاجة بتفرج عليها ومالية الشاشة قدامي، لعبة، فيديو، اي حاجة يعني بتملى الشاشة، بحيث ان الحاجات اللي انا اقدر اعملها بتبقى محدود. الباوربوينت لو بشغال عليه ده، لو عايز اخرج منه، اي حاجة من الحاجات دي بعمل اسكيب، يعني ايه يعني هروب او خروج من الحاجة دي. سبيس طبعا المسافة اللي هي المسطرة، عشان اسيب مسافات ما بين الكلمات، بعد ما بخلص كل كلمة بضغط سبيس عشان اسيب مسافات ما بين الكلمات. الكابس لوك عشان احول كل الحروف دي اللي كابيتال، هي كل الحروف سمول دلوقتي، فانا ضغطت على اي حرف هيكتبه لي سمول، طب انا عايز احول كل الحروف لكابيتال، فاقوم ضغط عليها، يبقى الكابس لوك بيخلي لي الحروف كلها كابيتال، بحيث ان انا اكتب كل الكلام كابيتال. انما لو عايز اكتب الحرف الاولاني كابيتال زي هنا مثلا كنترول سي تي ار ال، طبعا ده الاختصار بتاعها، اللي عايز اكتب السي كابيتال والباقي سمول، يبقى هضغط شيفت سي وبعدين اكتب، وبعدين اشيل ايدي من على الشيفت واكتب تي ار ال عادي. التابس عشان لو بسجل في منتدى او بسجل في اي حاجه، وبعدين فاتح لي كذا حقل كده بيقول لي املاهم، يعني كذا مكان فاضيين، فاكتب هنا اسمي واكتب هنا الباسورد واكتب هنا الايميل، فبعد ما بخلص ده بضغط تاب ينزل لي لتحت، وبعد ما اخلص هنا بضغط اي حاجه في الكمبيوتر. موضوع التاب ده نفس الفكره كده، ان حاجات مخصوصه تحت بعضها، بعد ما بخلص ديت بدل ما بضغط بالماوس، ممكن اضغط بالماوس هنا عشان اجي اكتب هنا ممكن، وممكن اضغط بالتاب عشان يجيب لي البتاع الحقل اللي بعد كده. الفانكشن كيز اللي هي زراير الفانكشن، كل زرار من زرار الفانكشن ده بيطيح لي خاصية معينة، يعني مثلا اف واحد ده بيعمل بيجيب لي الهلب، لو انا في اي برنامج وفاتحه وعايز اجيب الهلب بتاعته المساعدة، بحيث ان انا اعرف البرنامج وافهم البرنامج بيعمل ايه، اضغط على اف واحد. اف اتنين لو انا معلم على اوبجكت، ضغط عليه كليك شمال مرة واحدة وعايز اعمل له رينيم، كذلك اكتر من حاجة. بقيت الافات كل واحد بقى بيبقى له استخدام معين، اف خمسة مثلا بيعمل ريفريش، كل واحد بقى له استخدام بيختلف احيانا من برنامج لبرنامج. اف 11 بيعمل فول سكرين، باك سبيس، باك سبيس وديليت الاتنين مع بعض، ده حذف حرف ثابت، ده حذف حرف ثابت، ممكن الحرف الثابت ده يكون على اليمين او على الشمال، باك سبيس ده حذف حرف ثابت، فهو وديليت مع بعض، يعني اللي انا عايز اقوله ان الباك سبيس ده بيحذف لي الحرف اللي قبل العلامه اللي انا بكتب بيه، فممكن يكون لو انا بكتب عربي اللي قبل العلامه هيبقى في اتجاه، لو انا بكتب انجليزي هيبقى في الاتجاه التاني. خلاص، فانا بعمل بالباك سبيس الاول، اللي ممكن ما الاقوش الباك سبيس في بتاع الكيبورد بتاعتي، ما الاقوش مكتوب باك سبيس، ممكن الاقي سهم، فانا لو لقيت سهم هو ده الباك سبيس. خلاص، فوق الانتر يبقى ده الباك سبيس، حذف حرف سابق، الديليت حذف حرف تالي. الانسرت ده الحشر حرف، يعني ايه اجي في وسط الكلمه كده وابقى عايز احشر، بس ايه انا في الويندوز بيتيح لي خاصيه ان انا بحشر عادي من غير استخدام انسرت، بس الانسرت بيستخدم في موضوع الحشر.
الهوم عشان اجيب مثلا الهوم بيج، لو ضغطت كنترول هوم هجيب الهوم بيج، او عشان اجيب الصفحه الاولى في المستند لو انا فاتح مستند، ده الوصول للبدايه. هو هنا قال بشكل عام الوصول للبدايه، بس غالبا بيبقى استخدامه في البرامج الدوكيومنتس عشان اجيب الصفحه الرئيسيه. طبعا الاند عكسها عشان اجيب وصول للنهايه. باك اب عشان اجيب الصفحه اللي فوق يعني الصفحه اللي اعلى، وباك داون يعني صفحه لاسفل. طبعا انا فاتح المستند اهو يعني فاتح كتاب وفي صفحه رقم واحد، يبقى لما عاوز اجيب الصفحه اللي بعد كده يبقى اقول ايه، باك اب ولا باك داون؟ اقول باك داون. باك داون يعني الصفحه التاليه، وباك اب يعني الصفحه السابقه. برنت سكرين، برنت سكرين ده له وظيفه لطيفه جدا، وهو انك لما بتضغط عليه بيصور لك الشاشه اللي قدامك، يعني شاشه، اسف، يعني الشاشة اللي قدامك الموجودة قدامك المعروضة، يعني الحاجة اللي معروضة. مثلا أنا دلوقتي إيه المعروض قدامي؟ الشكل اللي أنا شايفه ده اللي حضراتكم شايفينه معايا ده، ده كله أهو، ده كله هيصور لك الكلام ده زي ما هو كده موجود. بروح على برنامج الرسام وأعمل كنترول في بيطبع لي الصورة ديت. يعني أنا بعد ما بعمل برنت سكرين بعمل، بروح على برنامج الرسام. حاجات ده يعني أنا الصعيد عملي، بس دلوقتي أنا الصعيد الكلام زي ما إحنا بنقول. اخذ لقطه للشاشه في الذاكره، يعني ايه؟ بقول له احتفظ بالصوره اللي قدامي ديت عشان انا عايزها بعد كده. تشغيل الحاسب، طبعا توصيل كابلات الكهرباء، اتاكد ان الكابلات متوصله. بعد كده بننقر هنا لتشغيل، طبعا يعني بننقر يعني نضغط هنا عشان يشغل جهاز الحاسب اللي هو في زرار الباور. هلاقي مكتوب عليه باور، او هلاقي مكتوب جنبيه باور، او هلاقي عليه علامه الباور اللي هي كده. او هلاقي زرار كبير، وهلاقي زرار تاني صغير جنبيه مكتوب عليه ريستارت. طبعا لما الشكل هنا او الجهاز ده جهاز قديم، او الكيسه دي جهاز كيسه قديم، بلاقي في مكان كده منور. لما الاقي المكان ده منور اللي هي زي موجوده هنا، طبعا اللمبه اللي هنا او الليد اللي هنا صغيره، انما لو لقيت الحكايه دي منوره اعرف ان الجهاز ايه شغال بشكل ايه سليم. لو مهم مش منوره الجهاز مش هيشتغل اصلا، او لو اللمبه دي محروقه طبعا ما لهاش، مش هيبقى لها قيمه ساعتها. ده الجهاز بتاعي. اول ما فتحت وضغطت على الويندوز ظهرت لي حاجه اوليه، هي ديسكتوب اللي قدامي ده، ده كله اسمه ديسكتوب من اول هنا كده، من اول هنا خلاص. الحاجه التانية اللي مكتوب موجوده عندي شريط المهام تاسك بار. الديسكتوب ده غالبا احنا بنخليه صورة، يعني ما بيخليهوش لون. هنا هو عامله لون لازق، احنا بنخليه ايه غالبا ايه صورة. يبقى الديسكتوب والايه والتاسك بار، شريط المهام وسطح المكتب. طبعا دي ماي كمبيوتر، بعد كده ماي دوكيومنتس ايكون. ايه بقى ماي كمبيوتر؟ ماي كمبيوتر انا عايز اخش على الهارد ديسك، عايز اخش على محتويات الجهاز، شوف الجهاز ده عليه ايه. ماي دوكيومنتس لو انا عايز احتفظ بمجموع بوثائق عندي على الجهاز، فمكان اللي هم مظبطين عليه الجهاز انك تحتفظ فيه بهذه الوثائق هي ماي دوكيومنتس ايكون. بس لو انت دخلت الايكون، الموضوع الايكون، الرسمه دي اسمها ايكون، الرسمه بس اسمها ايكون خلاص. فدي ماي كمبيوتر ايكون، ماي دوكيومنتس ايكون، كلهم اسمهم ايكون. انما طبعا لما بدخل جواها بيبقى خلاص بقيت جوه الماي كمبيوتر، ماليش دعوه بالايكون. المهم فالماي دوكيومنتس انا لو دخلت جوه الماي دوكيومنتس هلاقي في مكان محطوط للبيكتشرز، ومكان محطوط للفيديوز، ومكان عام لو انت عايز تحط فيه اي حاجه. فهي دي نفس الفكره، ان انا بحتفظ باي صوره من صور الوثائق عندي ممكن احتفظ بيها في الماي دوكيومنتس. وطبعا ممكن ما احتفظش بيها في الماي دوكيومنتس زي ما اغلب الناس بتعمل، وبتحتفظ فيها عادي في الماي كمبيوتر في اي بارتيشن من البارتيشنات. الريسايكل بن، ساعه المحذوفات، الانترنت اكسبلورر، مستكشف الانترنت ده اللي بنخش منه على النت. دي طبعا اي حاجه بنعملها ديليت او بنحذفها بتتحذف طبعا في الريسايكل بن. وهنا طبعا مستكشف الانترنت، الانترنت اكسبلورر بنستكشف عن طريق الانترنت او بنخش من خلاله على النت. ده مستند او ملف اللي هو ايه، دوكيومنت. دوكيومنت ده مستند معمول ببرنامج اسمه النوت باد، ببرنامج بيجي مع الويندوز اسمه نوت باد. طبعا ده الاصلي. لما اقول مستند او ملف يبقى قصدي على ده الاصلي، يعني لو ده اتحذف كده ما عادش عندي حاجه على الجهاز. لو ده مثلا اسمه محمد، فانا عندي بيانات محمد في قلبه،
لو اتحذف ده او انا حذفته عملت له ديليت ورحت الريسايكل بن وعملت لها امتي يعني فضيت الريسايكل بن، يبقى كده اتحذف انتهى ما عادش عندي بتاع ده. انما هنا اوتوكاد 2006 ده شورت كات، ايه اللي عرفني ان هو شورت كات؟ ده السهم الصغير ده خلاص، حتى هو تلاقيه عامل عليه ايه، عامل عليه داير زي ما انا عملت. فالشورت كات ده هو اللي عرفني ان ده السهم الصغير، عرفني ان ده شورت كات خلاص. الحاجات اللي كلها معمول عليها سهم صغير ده في الجنب الشمال تحت يبقى ده شورت كات كويس. الشورت كات ده لو حذفته هيجري حاجه؟ مش هيجري حاجه خالص. الشورت كات ده طريق مختصر يسهل لي الوصول للبرنامج، انما لو حذفته مش هيبقى حذفت برنامج الاوتوكاد. برنامج الاوتوكاد لسه موجود على الجهاز، بس انا حذفت ايه؟ الطريق المختصر او الشورت كات بتاعه. دي طبعا قائمه ابدا، قائمه الستارت، قائمه ابدا، قائمه الستارت. في حاجه تانية ممكن نقولها هنا؟ مفيش. نيجي بقى هنا، لما بضغط على اي عنصر كليك يمين بيعد لي بقى الايه الحاجات اللي قدام حضرتك ديت، اوبن واكسبلور وسيرش ومانج. طبعا الحاجات دي ظاهره هنا عشان هو ضغط كليك يمين على الماي كمبيوتر، وكمان المانج ديت مش هتظهر لو انت ضغطت كليك يمين على اي عنصر برضك، دي ظاهره عشان ماي كمبيوتر، والاثنين دول ظاهرين عشان ماي كمبيوتر. كريت شورت كات وديليت والنيم والبروبرتيز، نقول المشهورين فيهم. اوبن عشان افتحها، اكسبلور عشان استكشفه. طب يعني ايه الفرق ما بين اوبن واكسبلور؟ اوبن انا فتحته فعليا، انما اكسبلور انا فتحته عشان يعني استعرض محتوياته. هو عمليا ما فيش فرق ما بينهم، بس هو الفرق في اعتبارات الكمبيوتر، يعني هو الفرق ان الكمبيوتر بيعتبر ان اوبن غير اكسبلور خلاص. انما عمليا دي فات، لا انت فاتحه وده فاتحه، بس اكسبلور بيفتح لك جنبها تفرع شجري كده، هتلاقي في الجنب فتح لك قائمة على الشمال في الحاجه اللي انت فتحت، لا على الشمال فتح لك قايمه وجاب لك الجهاز كله بقى، قال لك ده انت عندك ماي دوكيومنتس، وبعدين عندك ماي كمبيوتر، ماي كمبيوتر ده فيه بارتيشن اسمه لوكال ديسك سي ودي واف وجي واتش واي كذا بتاع، وبعدين عندك سي دي وعندك دي في دي وعندك فلاشه متوصله، يبقى عمل لك ايه تفرع شجري الجهاز، قال لك على كل محتويات الجهاز خلاص. ده الفرق ما بين الاوبن والاكسبلور. الاوبن بيفتح لك الحاجه وملوش دعوه باي حاجه، انما الاكسبلور بيفتح لك الايه الموضوع ده كله خلاص. كريت شورت كات لو انا عايز اعمل طريق مختصر، ديت لو انا عايز احذف الحاجه، رينيم لو انا عايز اغير اسمها، بروبرتيز لو انا عايز اجيب الخواص بتاعتها. لو جبت بقى الماي كمبيوتر عملت جبت لها بروبرتيز بتاعتها، هلاقي حاجه مهمه جدا اسمها السيستم بروبرتيز. يعني لو ضغطت كليك يمين على الماي كمبيوتر يبقى انا كده جبت ايه السيستم بروبرتيز، يبقى كده جبت السيستم بروبرتيز. كليك يمين على الماي كمبيوتر وجبت بروبرتيز يبقى انا جبت السيستم بروبرتيز. يعني مفيش حاجه اسمها ماي كمبيوتر بروبرتيز، في حاجه اسمها السيستم بروبرتيز. اهي السيستم بروبرتيز دي هلاقي فيها اكتر من شكل من الحاجات دي، الحاجات اللي فوق دوت كل واحده من دول بنسميها تابه، تاب، تابس يا جماعه بالانجليزي، تابس بنسميها احنا بالعربي تاب او تابات. التابه ديت كل واحده لما بضغط على جنرال بيعرض لي الحاجات اللي قدامي، لو ضغطت على كمبيوتر نيم هيغير لي الحاجات اللي تحت دي، لو ضغطت على هاردوير هيفتح لي واحده تاني خلاص. يبقى كل تابه من دوت كاني فاتح ايه، بدل ما كان يفتح لي 1 2 3 4 5 6 7، بدل ما كان يفتح لي 7 لا ده هو فتح لي واحده في قلبها السبعه. ده موضوع التبادل، ده موضوع عظيم جدا عشان ايه، بيريحني من فتح اكتر من ايه، من نافذه. جنرال ده معلومات عامه عن الاوبريتنج سيستم، السيستم اللي انت بتستخدمه ايه، نظام التشغيل انت بتستخدمه مايكروسوفت اوفيس، مايكروسوفت قصدي ويندوز اكس بي بروفيشنال فيرجن 2002 سيرفيس باك 2 فيرجن 2096 خلاص. ريجستر 2 يعني مسجله باسم عاطف اراكي، الرقم بتاعها كذا، كمبيوتر انتل بانتيوم 4، السي بي يو البروسيسور بروسيسور سرعته 2.66 دي السرعه الفعليه اللي باقيه منه، و2.68 دي السرعه المسجله بعد التقريب يعني، وبعدين الرامات 504 مرام، طبعا هي 512 بس في 8 من 8 ميجا من الرامات طار خلاص. يبقى دي بيانات عامة عن الموضوع ده، نظام التشغيل، البروسيسور تايب، نوع المعالج عرفت برضك منه ايه نوع المعالج، الكمبيوتر بتاعي البروسيسور بتاعي نوعه ايه بانتيوم 4. الحاجات دي طبعا الناس مش متعمقة في الصيانة او ما خدتش فكرة عن الصيانة مش هتفهم احنا بنقول ايه، بس احنا بنتكلم بشكل عام ان هو بيدينا معلومات انفورميشن عن السيستم. فالسيستم اللي استخدمه ايه، اوبريتنج ايه الاوبريتنج اوبريتنج سيستم اللي سجله، ريجستر تو مين، متسجل باسم مين. حاجة تانية الكمبيوتر
بتاعك، ايه البروسيسور بتاعه، ايه الرامات. طبعا البروسيسور والرامات من ضمن الحاجات المهمه جدا في الجهاز، فحاطينه في مكان ده. فانا لو قاعد على اي جهاز وعايز اعرف سرعه البروسيسور بتاعته كام او في رامات قد ايه، هضغط كليك يمين على ماي كمبيوتر واجيب ايه الجنرال دي، هلاقي فيها الايه المعلومات اللي انا عايزها، دي الرامات الذاكره. لو ضغطت كليك يمين بقى في اي حته فاضيه على سطح المكتب، لو جينا سطح المكتب اهي، سطح المكتب في اي حته فاضيه، هنا 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 اي حته ما فيهاش ايقونات، ضغطت عليها هيجيب لي بقى البروبرتيز بتاعت سطح المكتب. ايه اول حاجه في البروبرتيز بتاع سطح المكتب؟ السيمز، اللي احنا بنسميها السمات. السيمز ديت اكتر من شكل من اشكال السمات. يعني ايه؟ يعني السيم، السمه يعني الشكل العام، الشكل العام للحاجة، فاللي بيتعلق بالألوان وأشكال الحروف وأنواع الخطوط والكلام ده. فأنا لو غيرت السيم يبقى أنا بغير في الشكل العام للإيه، للويندوز كله على بعضه خلاص، في حين إن أنا ممكن أغير جزئية معينة، يعني أسيب الشكل ده زي ما هو وأغير جزئية معينة. بس لما بغير في السيم، بجيب سيم مثلا من على النت أو سيم من عند واحد صاحبي واحطه عندي على الجهاز واشغله، اجيب من هنا البتاع واقول له مثلا لو ضغطت هنا كليك يمين هلاقي هنا فتح لي ايه سيمز اونلاين، يعني هات سمات من على النت. لو دخلت على الموضوع ده وجبت السمات هلاقي ايه ان انا جايب غيرت في الشكل العام للجهاز خالص. بعد كده بجيب الديسكتوب تاني تابه، طبعا ده تابات برضو، تاني تابه الديسكتوب، بختار الخلفيه اللي انا عايزها، من هنا بختار الصوره اللي انا عايزها. طب الصور دي مش عاجباني، بضغط ان هو براوز وبيجيب لي نافذه بتصفح فيها، بضغط فيها على الشمال على ماي الكمبيوتر واتصفح فيها الجهاز بتاعي واشوف ايه اللي انا عايزه وايه اللي انا محتاجه من الصور. اقوم ضغط على الصوره وضغط اوبن، هلاقي الصوره دي معروضه هنا، يعني الصوره اللي انا عايزها خلفيه سطح المكتب بيجيبها لي معروضه هنا. طبعا دي لون الخلفيه. في حاجه هنا مهمه، اللون ده غالبا ما بيظهرش لان انا ببقى حاطط صوره، انما لو مش حاطط صوره، لو قال له نان، لو قايله نان او لو الصورة اتشالت بشكل او باخر، يبقى لونها هيظهر. ده بالظبط عامل زي ايه؟ الباك جراوند ده غير الكلر. زي ايه؟ زي لما انت تيجي تدهن عندك جدار شقة مثلا، جدار في الشقة تدهنه، فبتدهنه بلون الاول وبعد كده بتحط عليه ورق حائط، يبقى ده اللون وده ورق الحائط، يبقى ده اللون وده ورق الحائط. طب اللون ما بيظهرليش بس لازم ادهنه، يبقى انا بدهنه بلون. جيت بعد كده حطيت عليه ورق حائط، ايه اللي هيظهر؟ ورق الحائط طبعا لانه فوق اللون خلاص. طب لو جيت بعد كده شلت اللون، شلت قصدي ورق الحائط، هيظهر لي اللون خلاص. يعني دايما لازم هيبقى فيه لون، ما ينفعش اقول له ما فيش لون، ممكن اخليه الابيض. طبعا بضغط على الكلر بيفتح لي بقى النافذه دي، بختار منها اللون اللي انا عايزه كلون الخلفيه. ممكن اسيب الخلفيه خلفيه لون وممكن اختار الصوره، غالبا بنختار صوره. دي الكالرز. طبعا لو ضغطت على اذر هنا، لو ضغطت على اذر كالرز هيفتح لي بقى نافذه طويله عريضه، دي دايما بيفتحها لي. هاجي من هنا واختار اللون اللي انا عايزه، وبعدين اجيب من هنا هيوقف لي هنا على درجاته، اختار بقى الدرجه اللي انا عايزها واعلي واوطي من هنا، بجيب درجات اللون. طب انا عايز اشوف اللون اللي انا مختاره، يعني مثلا السهم ده او العلامه ديت لو نزلتها لتحت كده وقفت هنا هلاقي اللون بقى فاتح قوي، هتلاقي هنا اللون ده هو اللي بيتغير، ده اللون اللي هيعرض. ده بيتيح لي ان انا اعمل كومباينيشن او ميكسيشن من الالوان، يعني خليط ومزيج من الوان، ان انا ادخل مجموعه الوان ايه في بعضها او اجيب لي لون معين درجات مختلفه. فبلاقي هنا مثلا ايه، هنا الازرق والاخضر، وهنا في تداخل ما بين الازرق والاخضر، هنا الازرق والاحمر، وهنا في تداخل ما بين الازرق والاحمر. فالتداخل ده بيتيح لي ان انا اختار ايه لون جديد، لون انا اللي محدده خلاص، يعني انا اللي قايل اللون ده يبقى فيه نسبه كذا ونسبه كذا، انا بختاره غالبا من هنا. وفي هنا طبعا الايه الحاجات بتاعته، يعني المواصفات بتاع اللون ده، دي كلها تحت الايه المواصفات بتاع اللون، في قد ايه احمر، في قد ايه جرين، في قد ايه بلو، فاللون اللي هو واقف عليه مثلا في كام. لو خدت بالك هتلاقي ما بين الازرق والاخضر، فهتلاقي في جرين وبلو ملوش دعوه بالاحمر خالص، فهتلاقي هنا 78 وهنا 152 خلاص. ده لو انت الالوان دي كلها ما عجبتكش وحبيت تخترع لون جديد او تجيب درجه مختلفه للون. لو عرضت الصورة غالبا بتبقى الصورة بعرضها بوضعها ستريتش، هو في 3 وضعيات، أول حاجة وضعها ستريتش، بعد كده طايل، بعد كده سنتر. هنشوف هو قايل عليهم ايه. وضع ستريتش بيمد الصورة لملء الشاشة، يعني بياخد الصورة كده يفردها على الشاشة، الصورة صغيرة اهي، يقوم هو شاددها من هنا وشاددها من هنا وشاددها من هنا وشاددها من هنا خلاص. لو الصورة وحشة الريزولوشن بتاعتها هتلاقيها وحش جدا، يعني هتلاقي وضوح الصورة مش نقية خالص تمام. لو الصورة كويسة عادي مش هتعمل لك مشكلة، غالب الصور هتبقى معاك كويس خلاص.
طب لو الصورة كانت صغيرة ممكن احطها في توسيط الصورة في الشاشة، يعني اجيب الصورة اخليها هنا في الوسط بس، والباقي ده يبقى ايه؟ يبقى اللون. يبقى انا كأني عملت ورق حائط بس في حتة معينة، والباقي ده سبت اللون ايه؟ لون الحيطة زي ما هو. تكرار الصورة لملء الشاشة ده بقى. طب لو الصورة صغيرة، بس انا مش عايز موضوع الالوان ده، لان موضوع الالوان ده ما بيريحنيش. فاقول لك طب خلاص هناخد الصورة من هنا ما دام هي مش عاجباك بالصورة دي، وهنبدأ نكررها بقى، نقسم ده مربعات كده ونبدأ نكررها كده. خلاص يبقى نحط الصورة هنا، وبعدين تاني هنا، وبعدين تاني هنا، وبعدين تاني، نكرر الصورة لحد ما تملي الشاشة. خلاص كاستمايز ديسك توب. لو ضغطت على كاستمايز ديسك توب هيفتح لي الديسك توب ايتمز. اي عنصر من عناصر اللي على الديسك توب، من الحاجات الاربعه دول الطاير، ممكن اجيبه عن طريق الحكايه دي. لو ارجع اجي هنا واضغط كاستمايز ديسك توب، هلاقي بقى العناصر اللي عندي، ماي كمبيوتر، ماي دوكيومنتس، وماي نتورك بليسز، والانترنت اكسبلور. اي واحد فيهم مش باين، هلاقي علامه الصح ديت متشاله من قدامه، هعلم عليه صح واقول اضغط له اوكي. خلاص ده اختيار الايقونات الظاهره على سطح المكتب. لو اي واحد منهم مش عاجبني، يعني مثلا ماي نتورك لسه ما بستخدموش خالص، فعايز اطيره، عايز ارتاح منه، فاضغط من بشيل من قدامه علامه الصح. خلاص تشيج ايكون. لو انا عايز اغير ايقونه، رمز ايقونه من ايقونه سطح المكتب، يعني كلنا هتلاقي ايقونات سطح المكتب عندنا نفس الشكل. ممكن واحد يكون مثلا مش عاجبه رمز الكمبيوتر، شكل الكمبيوتر ده مش عاجبه، فيقف على الايقونه بتاع الكمبيوتر يقول له تشيج ايكون، غير لي شكل الكمبيوتر ده، بس بشرط انك يكون عندك ايقونه بديله. تقوم جايب له الايقونه التانيه اللي انت عايزها، اي ايقونه ممكن ما تكونش لها علاقه بالكمبيوتر اصلا، ممكن تكون علامه استفهام، علامه صح، علامه غلط، اي حاجه. طيب ريستور ديفولت نتعلمها في الكمبيوتر بشكل عام، اي حاجه فيها تغيير غالبا بتلاقي تحتها حاجه اسمها ريستور ديفولت، يعني رجع كل حاجه لاصلها، زي ما الراجل اللي مصنع الويندوز ده عملها، زي ما الشركه عملت. هنا مش مصنع بقى، اللي هي ايه، دايما برضك في كل المكن وفي كل الحاجات في حاجه اسمها ريستور ديفولت، وفي الشاشه بتاع الكمبيوتر في حاجه اسمها ريستور ديفولت، او اللي بيسموها الفاكتوري، مش فاكر اسمها ايه، يعني المهم ان هي الايه، الاعدادات التصنيع. خلاص إيه، فنفس الفكرة ان عندي تحت الريستور ديفولت، لو انا ضغطت على الريستور ديفولت كل حاجة هترجع لاصلها. هنا لو انا عايز اعمل ايه، التعامل مع الكروت من غير مستخدم، لو انا عندي هنا بيقول لي صح قدام ايه، ران، لو انا معلم قدامها صح هيبقى ران ديسك توب كلين اب ويزارد افري 60 داي، يعني كل 60 يوم 60 دايز، لو كل 60 يوم هنشوف الايقونات اللي ملهاش لازمة، اللي انت ما استخدمتهاش خالص بقالك شهرين 60 يوم، وهنحذفها وهنحطها لك في فايل كده، يعمل لك فايل اسمه ان يوز ديسك توب ايكونز. شاشه التوقف، شاشه التوقف دي شاشه بتعرض نتيجه ان انت ما استخدمتش الكمبيوتر فتره من الزمن، بحدد هنا الفتره من الزمن، وطبعا هنا بيستعيد الاشكال اللي انا ممكن اعملها. لو ضغطت هنا على السهم ده هيفتح لي قائمه اختار منها شاشه التوقف اللي انا عايزها. سيتنجز ديت لو بتختلف من شاشه توقف لاخرى، بس شاشه توقف اللي هي 3 دي فلاور بوكس ديت السيتنجز بتاعتها قدامنا اهو، بيقول لي بقى انت عايز تغير في ايه، في الكالرنج، وعايز تغير في السبين والبلوم ده والتو سايز، او انت عايز تغير في ايه في الاشكال، كل دي حاجات بتغير في ايه، في الشكل وفي الحركه، ولو انت مش عايز تخليه كيوب عايز تخليه حاجه تانية، لو انت مش عايز تخلي الحركه سموز، لو انت عايز تخليها سايكل، الحاجات دي كلها حاجات ايه بتغير بقى في الايه، في الاشكال والحركات دي. ده بريفيو لاستعراض شاشه التوقف، هنا بغير في الاعدادات، وده بتختلف من شاشه التوقف لاخرى، يعني السيتنجز دي بتختلف من واحده للتانيه، ما لهمش دعوه ببعض. بريفيو لو انا عايز اتفرج عليه، طب انا اول ما اتفرج هلاقي ايه، مليت لي الشاشه، طب ازاي اخرج من الموقف ده؟ حركة الماوس او الكيبورد، اي حركه شاشه توقف بتخرج على طول. في حاجتين بيحصلوا للكمبيوتر، حاجه الاولانيه السكرين سيفر، اكون سايب الكمبيوتر شغال في حاجه، ارجع الاقي الشاشه كلها سودة، او الاقي الشاشه فيها حاجه بتتحرك، او الاقي الشاشه بتستعرض اي صوره او اي حاجه. لما احرك الماوس او الكيبورد اي حركه يبقى شاشه التوقف هتتوقف عن العمل، وهنبدا في ايه، وهنبدا نرجع للوضع الطبيعي للجهاز. الحاجه الثانيه ممكن الجهاز يعمل ستاند باي، وهي ان الكهرباء تتفصل عن الشاشه اصلا، الكهرباء تتفصل عن الشاشه والاقي الشاشه قدامي ما فيش فيها حاجه، يعني الشاشه سوداء، فمجرد ما احرك الماوس او الكيبورد برضك او اضغط على اي زرار ده هيلغي الموضوع ده. طبعا هنا الويت بيشوف لي زمن شاشه التوقف، زمن تشغيله، يعني استنى قد ايه على بال ما اشغل لك السكرين سيفر،
اون ريزيوم باسورد بروتكت، ده طلب كلمه مرور عند الرجوع من شاشه توقف. يعني بيقول لي طب انت لو سبت الجهاز وحصل شاشه توقف، عشان يضمن ان مفيش مثلا طفل ولا حاجه يلعب في الجهاز في الفتره ديت، فانت سبت الجهاز و10 دقائق مثلا ربع ساعه، هنا 10 دقائق اهو، انت محدد 10 دقائق، سبت الجهاز 10 دقائق، فانت ما سبت 10 دقائق جت شاشه توقف، فممكن الطفل يرجع هنا يلعب في الجهاز. فتقول له اون ريزيوم، لما بقى حد يجي يشغل الجهاز او يضغط على اي زر من الزراير فشاشه التوقف المفروض تقف، فلما هضغط على الريزوم ده هيطالبه بايه؟ بادخال كلمه سير باسورد. الباور، الباور هنا فيها حاجه مهمه جدا. لما بضغط على زر الباور هنا بتحكم في وضعيه الجهاز من حيث خيارات الطاقه. في حاجه هنا اسمها ايه؟ لما ضغطت على الباور جاب لي حاجه اسمها باور اوبشنز بروبرتيز، فانا عندي حاجه اسمها باور سكيمز، يعني ايه الخيارات المتاحه قدامي في موضوع الطاقه دي. فانا عندي بختار من هنا الزمن اللي قدامي اللي انا عايزه، بقول له تيرن اوف هارد ديسكس، يعني ايه؟ بيقول لي يعني لو جهاز قعد قد ايه ما يشتغلش، او قعد قد ايه ما تستخدمش الجهاز والكهرباء اصلا وكل حاجه، بس انا بقى قمت من على الجهاز وما بقتش استخدمه، فلو قعدت قد ايه افصل الكهرباء عن هارد ديسك. قلت له نيفر، يعني ابدا ما تفصلش الكهرباء عن هارد ديسك خالص، انما المونيتور ممكن بعد قد ايه؟ بعد 20 مينت. خلاص هلاقي هنا لو ضغطت هنا هلاقي وضعيات كتير، وضعيه مناسبه لللابتوب، وضعيه مناسبه مش عارف ايه، وضعيات مناسبه للهوم او الاوفيس ديسك الجهاز المكتبي العادي بتاعنا. وممكن انا اخترع وضعيه من الوضعيات واسجلها باسمي او اسجلها باي اسم سيف از من هنا، اخترع وضعيه واقول له ايه واسيفها. كمان الابيرنس اللي هو المظهر، بختار بقى المظهر اللي انا عايزه من هنا، الستايل الويندوز والبوتونز، بختار من هنا الاشكال بتاع الزراير والنوافذ، بختار الباور سكيمز الاشكال بتاع الالوان اللي مستخدمه في الجهاز، يعني مثلا هنا بختار ايه ديفولت اللي هو البلو اللي هو اللون الاسود، الفونت سايز الكلام اللي مكتوب هنا اللي هي مسج بوكس دي، ممكن اخليه لارج او فيري لارج حاجه زي كده. خلاص من الادفانسد هيفتح لي نافذه مهمه جدا فيها بقى اقدر اغير اي حاجه، ده الايتم اللي انا اختاره، اقول له غير لي في الديسكتوب، غير لي في ايكونز، غير لي في مش عارف ايه، اي حاجه، ممكن اغير الكالر بتاعها، ممكن اغير اللون، ممكن اغير الفونت، ممكن اغير الفونت اهو، السايز اهو، اي حاجه بقى. بس طبعا في خواص معطله، يعني الديسكتوب ده ما فيهوش غير خاصيه واحده اللون بتاعه. تمام، طب لو كانوا اللونين داخلين في بعض هلاقي كالر 1 وكالر 2 في تداخل الوان. بعد كده السيتنجز، من هنا لو انا عايز استعرض ايه الريزوليوشن بتاع الجهاز او اغيره، ده السكرين ريزوليوشن. طبعا السكرين ريزوليوشن الاساسيه اللي بتيجي مع الجهاز 600 في 800، هنا 1024 800 في 600 قصدي، 1024 باي 768 دي برضك ريزوليوشن مشهوره قوي، غالب الناس بتشتغل عليها دلوقتي، لما كان زمان 800 في 600 ده هو الاساس والاصل. الكالر كوارت دي جودة الألوان، طبعا احنا بنخليها غالبا هايست اللي هي 32 بت معاك. تغيير حجم الشاشة، ان انا اغير الريزوليوشن او الوضوح بتاع الشاشة، بحيث يعني ان الايقونات لو انا خليتها مثلا 800 في 600 يبقى انا خليت الايقونات تكبر، انما لو خليت 1024 في 778 768 اللي قدامي ديت انا خليت الايقونات تصغر، بس خليت الشاشة تظهر لي حاجات اكتر، انما 800 الشاشه مليان على الفاضي، يعني ايه حجم الايقونات كبير قوي، انما ده من الوضعيات المشهوره والكويسه واللي انا انصح بيها شخصيا. من هنا تغيير نظام الالوان، لو انا عايز اغير نظام الالوان هلاقي في حاجه اسمها 32 بت ولا في حاجه اسمها 16 بت، اخليها على 32. لو جينا ضغطنا على قائمه ستارت اللي هي القائمه اللي احنا شفناها في الاول، فيفتح لي بقى حاجات اللي قدامك دي، عندك بروجرامز عشان اشغل اي برنامج من البرامج، دوكيومنتس الحاجات اللي انا فتحتها في الاخر، المستندات اللي انا فتحتها في الاخر، اخر يعني في اخر المرات الاخيره من فتح للجهاز، السيتنجز لو انا عايز اضبط الاعدادات من الجهاز. هلاقي في السيتنجز دي حاجه مهمه جدا جدا اسمها كنترول بانل اللي هي لوحه التحكم في الجهاز، بتحكم لي مختلف الحاجات اللي موجوده في الجهاز. السيرش لو انا عايز اعمل بحث عن اي حاجه في الجهاز، الهيلب اند سبورت لو انا عايز اشوف مساعده، يعني حد ممكن حد يساعدني على النت او حد يساعدني على الشبكه، وممكن كمان ان انا اقعد اقرا واتعلم من خلال الدروس اللي هم موفرينها لي او الكتب اللي هم، يعني كتابات، هي مش كتب، هي كتابات ومقالات موجوده، وكذلك المقالات الموجوده على النت، ده بالهيلب اند سبورت سلطان. او ممكن اشوف المشكله اللي عندي وهو يبدا يديني مثلا 3 4 5 خطوات، لو هم حل المشكله اقول له خلاص حليتها، لو ما حلوش المشكله اقول له لا ده في حاجة تانية حاصلة، فهيقول لي هي ايه، فهبدأ اتفاعل معاه لحد ما نقدر نحل المشكلة مع بعض.
رن ده عشان ننفذ امر معين. في مجموعه اوامر كده بتبقى محفوظه، حاجات استنباط احنا بنحفظها والكمبيوتر حافظها هو كمان. بنضغط عام رن ده ونضغط الحاجه اللي محفوظه ديت، بنكتب كلام بالكيبورد، واضغط على رن، اضغط اوكي، الحاجه تقوم شغاله على طول. فرن ده مهم جدا لانه ايه، بيتيح لي ان انا في حاجات ممكن مثلا في رن اجيبها في خطوه هي اصلا المفروض تتعمل في 10 15 خطوه. يعني ايه رن بيتيح لي ان انا ايه اريح دماغي من حاجات كتير وبني اوبشنز، وفي حاجات ما بتوصلهاش اصلا في الجهاز غير برن. يعني في رن ده بقى بيوصل للي محدش يوصل له في الجهاز، فامر مهم جدا ومفيد جدا هنبقى نستعيده قدام ان شاء الله. لوج اوف عاطف، هو طبعا هنا الاكونت اللي هو مسجل عليه اسمه عاطف، لتحميل مستخدم اخر الحاسب. ممكن الجهاز بتاعي يبقى الويندوز بيتحمل اسمه مالتي يوزر، يعني نظام تشغيل بيعتمد على اكتر من مستخدم، فممكن لو عملت لوك اوف عاطف ده يعني اخرج الاقي واحد تاني، ممكن الاقي ابراهيم، محمد، عبد السلام، اي اسم. الاكونتس ديت لازم تبقى معموله من جوه الجهاز خلاص، وفي واحد فيهم رئيسي في الحسابات دي كتير، ممكن يبقى الجهاز عليه اكتر من حساب، اجي اخش يقول انت مين فيهم، وكل واحد ممكن يبقى له باسورد او ممكن يبقى من غير باسورد. في واحد رئيسي فيهم اسمه الادمنستريتور، الادمنستريتور ده هو المدير بتاعهم الكبير، يعني لازم يبقى على الاقل في الجهاز ادمنستريتور واحد خلاص. غالبا احنا الجهاز بتاعنا بيبقى عادي، يعني كل اللي قاعدين او كل الناس، يعني ممكن يبقى في البيت 5 6 10 بيستخدموا الجهاز او في الشغل، بس كلهم بنفس الاسم وخلاص وراحوا دماغهم يعني، بس هم عاملينه عشان ايه، لو حابب كل واحد ينفصل عن التاني. تيرن اوف عشان اغلق الحاسب او اعيد تشغيله عشان اقفله او اعمل له ريستارت. تيرن اوف ديت بيقفله، بيقوم بقوم شال الفيشه واقوم فصل الكهرباء وخلاص بقى كده عشان اقوم. ريستارت لو حصل في الجهاز تغيير جذري، او يعني سطبت برنامج، غيرت في اعدادات حاجه مهمه، عملت حاجه مهمه، فبيقول لي اعمل ريستارت. يعني ايه ريستارت؟ يعني اطفي الجهاز وارجع ايده عشان يظبط نفسه، مجرد ان هو طفى نفسه ورجع قام تاني وشغل نفسه يبقى الجهاز هيبقى ظبط نفسه. وضغط على تيرن اوف يفتح لي الزرار ديت، هلاقي واحد اسمه غلق الحاسب، التاني اسمه ريستارت. الغاء الامر يعني شيل، دايما الغاء اللي هي كنسل يعني اقفل لي النافذه دي من غير ما تعمل حاجه، يعني انا غلطت ودوست هنا غلط فانا رجعت في كلامي. تيرن اوف عشان قلنا زي ما قلت ايه، اطفي الجهاز واقفل الكهرباء، ريستارت عشان اطفيه وارجع ايده تاني. في حاجه مهمه هنا بقى اسمها ستاند باي، طبعا هي مش متفعله هنا نتيجه ان هو مش ايه، مش مسطب كارت الشاشه. لو كارت الشاشه مسطب، ستاند باي دي بقى لها متفعله خلاص، لونها يعني لون احمر. لو شغلت ستاند باي دي متفعله وضغطت عليها يعمل الحركه اللي انا قلت عليها، ان هو هيفصل الكهرباء عن الجهاز، عن الشاشه، يبقى يشيل الكهرباء عن الشاشه، يقوم الايه الحاجات ما تروحش. يشيل الكهرباء، يشيل الكهرباء عن حاجتين، الشاشه، ويفصل الكهرباء عن حاجتين، الشاشه والهارد ديسك خلاص، لما اضغط على موضوع ايه الستاند باي. طبعا هرجع الاقي الجهاز ما اتاثرش، يعني لو كنت فاتح حاجه وعملت ستاند باي الحاجات اللي في الرامات ما فصلش عنها بتاع، بس الستاند باي ده بيفيد يعني ايه، مش هرجع اعيد الجهاز من اول وجديد في الستاند باي. يعني مثلا راح اصلي فعملت الجهاز ستاند باي عشان اقلل الكهرباء على بال ما ارجع من الصلاه، وفائده الستاند باي ده ان هو بيقلل لي استهلاك الجهاز للكهرباء خلال الفتره اللي انا مش محتاجه فيها. لو ضغطت على رن لتنفيذ امر معين، في امر مثلا اسمه سي ام دي عشان يجيب لي ايه الشاشه السوداء، مش جايبها هو هنا، هيجيب لي الشاشه السوداء كده اللي هي ايه حاجات بكتبها واوامر وخواص معينه في الجهاز بتعرفني على شويه حاجات. بس هنا كل الشغل بقى على نظام الكمبيوتر القديم اللي هو نظام اللي مفيش ماوس، انه كله بالكيبورد وكله بتكتب حروف ورموز، ولو غلطت في حرف الامر يتنفذ. في فران ده لو غلطت في اي حرف ما يعبركش، يعني كانك ما كتبتش حاجه، يبعت لك رساله خطا ويقول لك الموضوع ده غلط اكتب تاني، حتى كنت غلطان في حرف واحد. انما طبعا الماوس بيتيح لك فرصه، وحاجات كتير تانية بتروح لك فرصة ان انت لو غلطت في حرف يقول لك طب هو انت كان قصدك كذا، هو انت مش عارف ايه، انما هنا فرام بيسيبك مع نفسك. الهيلبان سبورت ده، الهيلبان سبورت ده الشكل اللي احنا قلناه، اللي هنا فيه بيكا تاسك، يعني شوية حاجات ممكن تساعدك فيها، مهام ممكن تخلي الويندوز بتاعك اب تو ديت، دي حاجه ممكن تخلي تشوف الكومباتيبلتي او كومباتيبل هاردوير اند سوفت وير فور ويندوز اكس بي، يعني الحاجات المناسبه او المتوافقه مع نظام تشغيل ويندوز اكس بي، لان ممكن تشتري حاجه وتكتشف ان ويندوز اكس بي ما يشغلهاش خلاص. اندو تشينجز تو سيستم ريستور، يعني لو انت ايه عايز ترجع لنقطه معينه، في حاجه اسمها ريستور بوينت، ان انا اظبط الجهاز بتاعي على تاريخ معين، وبعد كده لما عاوز ايه يحصل فيه لخبطه ولا حاجه ارجع الويندوز ارجعه للتاريخ ده. ممكن استخدم تول بتاعه ان انا اعالج ايه المشكلات زي ما هو كاتب لي هنا،
كذلك ممكن اسك فور اسيستنت، اسك فريند، ولا جيت سبورت ويندوز اكس بي نيوز جروبس، يعني مجموعات ويندوز اكس بي. هنا برضك بيك هيلب توبك لو انت عايز تقرا في موضوع معين. واتس نيو ان ويندوز اكس بي، يعني ايه الجديد في ويندوز اكس بي، الميوزك والفيديو والجيمز والفوتوز، ويندوز اكس بي بيزكس، اساسيات ويندوز اكس بي، الحاجات المتعلقه بالكلام ده كله ممكن تضغط عليها واحده واحده وتقعد تقراها وتتعلم بيها. شكرا لكم على حسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.